جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستفادة من أعضاء المتوفى جائزة شرعا أم أنها محرمة؟ وما هو توجيهكم لما هو في زماننا هذا؟ جزاكم الله خيرا. الميت حرمته كحرمته الحي، لا يجوز الاعتداء عليه بأخذ أعضائه لأنه له حرمة بعد موته، قوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالواجب عدم الواجب الكف عن الميت وعن جسمه وأعضائه، وأن يعمل مع جنازته ما شرعه الله سبحانه وتعالى إذا كان مسلما، من التغسيل والتكفين، الصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين بإحسان واحترام جسمه وجثته. نعم.